ياتي دور الفار. هنحلل اللعبه دي كتحليل فني تحكيمي يا كابتن ايمن، ونشوف هنا الحاله دي جت ازاي. ماشي. اولا هنا لاعب النادي الاهلي هنا وصل للكوره تمام قبل اي حد، قبل حارس المرمى. صح. مستوى رجله هي مستوى اللعب، مستوى التنافس، نجحت في لعب الكوره. طيب دي الصوره الاولانيه معايا، شوف هنا حارس المرمى المفترض لو انا هلعب كحارس مرمى يبقى انا هروح فين يا كابتن شريف؟ هطلع على الكوره. مظبوط. دي كانت اول صوره هنا. شوف هنا حارس المرمى عمل ايه يا كابتن؟ دخل في جسم اللاعب، في الجسم من تحت. مظبوط. يعني انا بعمل تراي، بدل ما اروح بروح للكوره كابتن عادل فوق، رحت واخد جسم اللاعب، ودي كانت ركله جزاء مفيش فيها هزار. هو جان جاك نادالا ممكن يا كابتن هنا ما اشوفش تفاصيلها قوي، واللي اداله انطباع ان مفيش مخالفه كابتن شريف كهربا. لما طبطب على الجول كهربا لما راح بيقول انا ما شفتكش، هو اكد له القرار اللي هو مش متاكد منه، يتمناه يعني، يتمناه كابتن. على فكره الحكم يعني عندما يعني لم يشاهد التفاصيل احيانا اللاعب بينجده. صح. وهنا كهربا لما راح للاعب هو قال فعلا انا قراري كان صحيح، ان كهربا رجلي، كهربا رجليه مش عاليه، كهربا نجح في لعب الكوره. وهنا حارس المرمى هنا دي الصوره الاولانيه، هو نجح في لعب الكوره. وحارس المرمى هنا راح فين يا كابتن؟ ده ما راحش خالص للكوره، على جسم ده نزل من تحت، خد رجلين. صح. من تحت يدي ركله جزاء، كان يجب على حكم الفار استدعاء الحكم في هذه الحاله. ولكن زي ما قلت لك انطباعات الجو للحكم وللفار ان مفيش اعتراض من النادي الاهلي ومن كهربا، ويلا ثقافه التعامل مع الحاله عدت ومرت مرور الكرام. دي كانت اول حاله معانا، وهنا كان سببها حكم الفار وحكم الميدان. تمام.